اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي الكبار الاساتذه الاستاذ عصام شلتوت. ازيك يا استاذ عصام؟ ازيك كابتن اسامه؟ ازي حضرتك؟ ايضا الاستاذ سامح سمير. ازيك يا استاذ؟ اهلا بيك كابتن اسامه، منور دايما. كله تمام؟ تمام زي الحمد لله. استاذ عصام، استاذ سامح، النهارده هنتكلم في امور كثيره جدا، ولكن الحقيقه الملف، ما هو الناس بتقول لي انت كل يوم ايوه لازم اسال كل يوم، لانه راي الاستاذ عصام، راي الاستاذ سامح مختلف عن راي الاستاذ فلان، عن راي الاستاذ علان. اسمع راي كل واحد من حضراتكم فيما يخص الملف الابرز الان اللي مصر كلها بتتكلم عنه، واللي لسه حضرتك كنت بتقول لي يعني انا برضو مستغرب، هو استاذ عصام ما شافش الانترو بتاعي، فهو داخل يقول لي يا اسلام ما حدش بيتكلم غير على سيد عبد الحفيظ. انا مستغرب، يعني تبدا اي حلقات في الاعلام، مع احترامي للزملاء، يعني هم احرار فيما يعني يتعاطوا معه، يعني لا مش قصدي، معلش عشان ما حدش فهمني غلط، ان سيد عبد الحفيظ انا مش قصدي ان الكلام على سيد، اللي عايز يتكلم على سيد انا ما اقصدش، انا بقول وجهه نظري يعني، اللي هو ايه اللي هو كنت والله يا كابتن اسلام سبحان الله، اولا يعني يا جماعه السكريبت ما بيبقاش الا مع مقدم البرنامج، فما حدش عارف ايه الدور اللي جاي من اجله يعني. لكن انا كنت اقول لك كابتن بعد اذنك انا عايز اتكلم يعني ايه في حاجه، حتى لو قبل اي سؤال يعني، لانه في الاخر وانت تناقش جدول الدوري القرعه امتى وكذا، واحداث كثيره جدا، جمعيه عموميه، جمعيه شرقيه، جمعيه غير، بيقول لك ايه، لكن هناك من عبس بالقصص و سيد عبد الحفيظ مشي ليه؟ ايه ده؟ هو فيها يا جماعه؟ الموضوع اقل كثيرا مش من الاهتمام بيه. هناك نجم اداره كان نجما للكره، ابن النادي الحقيقي اسمه سيد عبد الحفيظ، هو اولا واخيرا من يدرك معاني استمرار وجود كوادر في النادي الاهلي. ليه؟ لانه الاهلي مثلا لم يترك الأمر بحثاً عن مدير، لا، هي ترتيبات نهاية موسم، وبالتالي موسم فيه 5 بطولات، في يعني كل ما يمكن أن يكون انتصارات مخطط لها، بغض النظر أنها أتت بكل البطولات، لكن الأداء، الوصول لكل النهايات وكذا، موسم تاريخي، وقبله إعداد على مدار سنوات شارك في مؤسسيا النادي الاهلي، ما هو لا احد يتحدث في النادي الاهلي عن الفرد، دائما المؤسسه هي الغالبه. كابتن سيد لو ماشي زعلان كان اتكلم، كابتن سيد لو انه الحكايه مش عاوزين سيد عبد الحفيظ، مفيش حاجه اسمها كده في النادي الاهلي، هناك ما يسمى بنظره مستقبليه، اول من يتفهمها هو اهم العاملين في النادي الاهلي كل في موقعه، من اول رجال الامن مثلا على البوابات، العاملين في حاله الاستبدال او تطوير الاداء او خلق كوادر جديده، والا لنضبط الحكايه في اماكن اخرى ما بيلاقوش البديل يا كابتن اسلام. هنا هو ده، والمساله لا تحتاج لراي، المساله تحتاج اولا من جمهور النادي الاهلي يعي تماما انه في نقطه فارقه، ألا وهي أنه في موسم زي ده ما ينفعش حد يكسر فرحته، أو يحاول، مش هيكسر، لكن يعني إيه يعمل لك ضبابية في المشهد؟ سيد في أجازة، سيد الآن طلبا للراحة، ثم سيعمل مرة أخرى، الأهلي سيتمنى له كل ما يمكن أن يكون نجاح كعادة الأهلي مع أبنائه. ليه يا جمهور الأهلي مش واخد بالك ان كل من، وقلت ده مع الكابتن اسلام هنا، كل من لا يستطيع منافستك في تراك يعني مشوار الجري خلف البطولات بيحاول يحط لك زي ما بيعملوا للكاوتش مسامير يعني. مسامير سهلة يعني. استاذ سامح نفس الكلام، اخد رايك فيما يخص التغيرات التي حدثت في قطاع الكره في النادي الاهلي. بص، كل اي او اي تغيرات تحدث داخل النادي الاهلي هو امر وشان داخلي يخص النادي الاهلي فقط، لا يخص احد بالمناسبه. كل من اعترض، كل من سال عن اسباب اختفاء، رحيل، اقاله، توجيه الشكر للكابتن سيد عبد الحفيظ، قولوا زي ما تقول، قالوا على توفيق، سموا زي ما تسموا، مش حلو، لا هم يسموا زي ما يسموا، سيبوا النادي الاهلي في حاله، انا اقصد اقولها، سيبوا النادي الاهلي في حاله. النادي الاهلي منظومه كبيره جدا، مؤسسة احترافية بتشتغل على مستوى عالي، دائما وابدا ما بيتم تسليم المناصب شخص يلو الاخر، مرحلة تلو مرحلة. اتفرجوا على رؤساء الأندية
من اول رئيس نادي الاهلي حتى الكابتن عمرو الخطيب، فرجوا على منصب مدير الكوره. كابتن صلاح حفيظ خرج من المنصب ثم عاد اليه، حصل مشاكل ما حصلش مشاكل. هل الكابتن سيد عبد الحفيظ خرج من منصبه بمشكله بازمه فالكل يبحث عن تفاصيل هذه الازمه؟ هل النادي الاهلي كان خسران دوري ابطال افريقيا او تعرض لكارثه في بطوله الدوري الممتاز او تعرض لهذه هزيمه ثقيله خرجت ان في النهايه يبقى في كبش فداء يتمثل فيه شخص الكابتن سيد عبد الحفيظ؟ كل ده كلام غلط. لذلك انا بقول اي شخص هيتحدث عن هذه الازمه اللي بيسموها ازمه، هي مش ازمه، عن هذه المساله داخل النادي الاهلي هو ليس من جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي عاشق النادي الاهلي بالمناسبه، اي عاشق. لا معلش يا استاذ سامي، عشان دي مهمه جدا. جمهور النادي الاهلي من حقه ان هو يقول وينتقد ويعمل وكل بفضفض. حاجه، وبالمناسبه بيفضفضوا وبيتكلموا، ده من حقهم، جمهور الاهلي من حقه. ولكن في الاخر جمهور الاهلي بيعمل ايه؟ في الاخر بيقف بيدعم، زي ما حصل. وكل مره انا بفكر الناس بمباراه سان داونز 2001، كنت لسه هقول لك لقاء الذهاب سان داونز 5-2. لا انا عايز افكرك بحاجه ثانيه. لا بالعكس، انا بفكرك باخر حاجه حصلت، الاقرب كان المفترض يبقى دي حاجه تانية. لكن انا بتكلم على اقرب حاجه حصلت، انه جمهور النادي الاهلي انتقد وبشده وطالب رحيل لاعبين والاداره والاعلام وكل حاجه. طلبنا بتعديلات ان رات الاداره، إن رأت صحيح الإدارة قلنا كده، لكن قلنا عليهم انهم يبحثوا ماذا حدث. صحيح. وبالتالي انا كنت بقول لك ايه، ان جمهور الاهلي انتقد وعمل وكل حاجه تت تت تت، ولكن في النهايه عمل ايه؟ في النهايه سبورت فعلا، دعم الفريق ودعم الاداره في كل قراراتها. عشان كده اللعيبه وقفت على رجليها وقدرنا ناخد البطوله. كابتن اسلام انت لسه انت لسه قايلها اهو، السفينه جمهور الاهلي من حقه، لان جمهور الاهلي مختلف. سفينه الاهلي لما كانت بتواجه ازمه في فتره من الفترات في عنق الزجاجه في دوري ابطال افريقيا، المحبين والعاشقين للاهلي وقفوا خلف النادي الاهلي لحد ما الاهلي قدر ان هو يصل لدوري ابطال افريقيا ويحصد البطوله. مش بطوله واحده، لا، ده مارسيل كولر من اكثر المدربين المحظوظين في تاريخ النادي الاهلي ان هو يحصل على كم هذه البطولات في وقت قصير جدا، ما كانش يحلم بده. طبعا شابوه للراجل، مخضرم ومحترم ومحنك، ولسه فكره لم يطبق مع الاهلي بالمناسبه، هو لسه بيلملم الاوراق وبيداوي جراح وقدر ان هو ياخد اكثر من بطوله. ولكن في النهايه انت النهارده لما تيجي تتكلم عن النادي الاهلي وعن قصه الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي بنتمنى ان هي تتقفل تماما، انا بقول لك ان في عز ما كان الاهلي بيهاجم، ابنائه وقفوا خلفه، الجمهور العاشق النادي الاهلي وقف خلفه، حتى استطاع ان يحصل دوري ابطال افريقيا وكاس مصر والسوبر المصري. عشان نقعد نعد بقى بطولات، النهارده نفس القصه. انت النهارده لو انت جمهور النادي الاهلي عاشق بالفعل للنادي الاهلي، انت ما عندكش ازمات في النادي، انت بتحتفل بالبطولات، تحتفل بالالقاب، تحتفل بالاستفاقه للوحش الافريقي ومرعب افريقيا النادي الاهلي. فلما تيجي النهارده تتكلم على كابتن سيد عبد الحفيظ وتتساءل ايه هي برضه مره ثانيه، معلش عشان ما حدش يفهم كلامك غلط، جمهور النادي الاهلي من حقه ان هو يسال ويتساءل ويعمل. وعلى فكره جمهور الاهلي بيعمل جمهور كده. الاهلي جمهور الاهلي وفق. صحيح، وفق، مش بلوفات، مش الله ينور عليك. بس هي دي جمهور الفكرة. الاهلي بيسال وبيتساءل وزعلان وكل حاجه، ولكن هو داعم لقرار الاداره، هو داعم. وبعدين انت كابتن سيد عبد الحفيظ خرج، اللي جه مكانه ابن من ابناء النادي الاهلي وكابتن خالد بيب، برضه احد ابناء النادي الاهلي اللي بقاله سنوات مع النادي الاهلي واهدى النادي الاهلي مباريات عظيمه جدا وبطولات عظيمه جدا. وما ننساش بطوله دوري ابطال افريقيا 2001 الافيل اللي قلناها بعد الكابتن سيد عبد الحفيظ ما خرج. مين اللي احرز يا كابتن اسلام هدف الذهاب؟ كان الكابتن سيد عبد الحفيظ. مين اللي احرز هدف العوده؟ كان الكابتن خالد بيبو. سبحان الله، كانت هاتريك، كانت ثلاثيه ولا احلى. فانت في النهايه هو ده النادي الاهلي، هم دول ابناء النادي الاهلي. كابتن سيد موجود، خرج النهارده، كابتن خالد بيبو موجود. وبعدين اي منصب يا كابتن اسلام، انت لما بتيجي تدخل اي منصب وتقعد على هذا الكرسي ما بتسالش انا هقعد قد ايه، انت بتسال امتى همشي. انت همشي طبيعي، مفيش حد مخلد فيها. ومنصب مدير الكوره، وسيد تحديدا كمان كان رادد على كل هذه الامور عندما سئل الاستاذ احمد موسى على ما اتذكر في صدى البلد. بالظبط، عندما ساله قال له يعني لو ما هتمشي، قال له هيجي لنا يوم ونمشي ومش هنفضل كده. العدم في التطوير الدائم ونقل الخبرات. الله ينور عليك. وفي النهايه بس عشان نقفل الموضوع ده سريعا، انه سيد عبد الحفيظ مليون في المية زعلان. هو أي حد، ما هو طبعا ما هو زي اللعيب اللي بيبقى عارف إن هو دايما بيلعب أساسي وفجأة تلاقيه قاعد احتياطي، ما هو بيبقى زعلان، بيبقى متضايق. هو مش زعلان عشان إيه، كرهان ولا لا، هو زعلان علشان هو عايز يلعب وعايز يؤدي وعايز يكسب
وعايز ياخد الثلاث نقط وعايز ياخد البطولات ويدي نادي الاهلي فهو سيد نفس الكلام. عشان كده لازم نختم هذا ملف. نحن نقول الكابتن سيد اصبح او مش اصبح سيظل ايقونه من ايقونات النادي الاهلي حقيقي. اسطوره داخل النادي الاهلي، احرز العديد من البطولات داخل النادي الاهلي، يستحق التحيه، يستحق رفع طيب. القبعه ونقول له شكرا على هذه الفتره، والاهلي هيحتاجه تاني. ما هو موجود الاهلي عمره ما بيستغنى عن ابنائه مطلقا تماما قريبا. استاذ عصام، للملف الابرز الثاني في هذه الامور او في هذه الايام، وهو ملف دوري المحترفين. هل سيتم تطبيقه وسط هذه الاعتراضات الكبيره والكثيره جدا؟ ملف دوري، وهرجع على حضرتك مره ثانيه، انت كنت قلت ان انت نفسك انديه الشركات وانديه الجماهيريه، ده حصل من الاتحاد في بيانه مؤخرا، بس هرجع بعد ما نسمع دي. بس على فكره لازم نقول لجمهور الاهلي انه فضفضته ده شيء جميل طبعا. عشق يحتاجه ابناء الاهلي، لاعبين وادارات وكذا، لكن الاهم انه ياخد باله من ايه بقى بعدها على طول. راح خارج لنا موضوع ده كولر، عشان كولر السعيد مره كولر ومره العبري فاروق ومره خالد مرتجي على ما اتذكر، في حد تاني ولا دول اللي هم الثلاثه اخر حاجه؟ بس ده كولر بقى اللي هو القطع ايه على النكدايا اللي عايزين يصدروها. فطبعا فضفض مع اهلاويه زيك، هم كثر صحيح وفي العالم، لكن افرح وامرح، مفيش حد قدك والله، ما في حد قدك صحيح. وبالتالي نروح لدوري المحترفين بقى، هل سيتم تطبيقه وسط هذه الاعتراضات؟ سيتم تطبيقه، هو دوري المختلفين، وانا قلت لحضرتك مره لما قالوا لهم انتوا قولوا مش عايزين واحنا نقول عايزين ونعمل مقص في النص تمشي كده، وراحوا مكسرين في الجمعيه، وهي يعني اللي بتعمل في نفسها كده، ما يزعلوش مني، او اغلبيه منها بتعمل كده لما بتروح رايحه علشان تتجمع، فيقولوا اللي بتوع الدرجه ما بعد المحترفين هنطلع النادي منكم على طول. طب بذكاء يا عم، انت هو اللي بتديره الكوره، طب انت هتخلي ليه ناس عايزه تصعد للمحترفين اذا كان بعد ما يصرف ممكن ينزل يلعب مع اللي تحت؟ طب ما يقعد تحت ويبقى الاول ويصعد على طول ممتاز. ادي اول حاجه دمها خفيف. الشق الثاني انه فعلا هيكون تحت التنفيذ، لانه ظاهره عدل، يعني نحن نحتاج فعلا ان الكره المصريه، وقتلناها بحثنا وحضرتك مش بس كميديا، حتى كان في عاداتنا دائما صحيح. امتى يكون النموذج ده مطبق في المحروسه العظيمه دي؟ انما في الاخر خلينا نقول انه على الجمعيه العموميه ان تتمسك بالبصيص الامل. كلام حضرتك وكلامي وكلام سامح وكل العاشقين لهذا الوطن ان يبقى في صناعه واقتصاد بيدور في فلك كره القدم، اتى اكله بقى. في اللي عاوز ترخيص جديد هيرعى نادي ثلاث سنين، نعم ثلاث سنين، طب بعد كده يعمل ايه؟ ان شاء الله يثبت كده، يفضل على كده، وبالتالي تتآكل دي، لأن هم بدأوا يقلقوا. أنا قلت للجمعية 10 من حضراتكم بإرسال بسيط، لا زالت المادة 18 حية ترزق، ممكن تعملوا على أي دوري ما دون الشركات يبقوا بره. ليه؟ لأنه على فكرة الإدارة دي شاطرة جدا ونبهة جدا طبعا. لو تحولت لهذه الشراكة التي نأمل فيها كابتن إسلام، هتبقى في حتة تانية مع الكرة المصرية، الصناعة والبهجة والمتعة، ويبقى عندنا يا جماعة دي قوتنا الناعمة. يا جماعة مهرجانات بتحصل حول العالم بينهارها المصريين، ما خدتوش بالكوا انه الاهلي اللي ماشي مع خطة الدولة للتنمية، هي دي كورة كمان، دي تنمية بالفروع اللي بيتقال عليها اوضتين وصالة، ما خدتوش بالكوا ان اتعمل واحد من اهم المهرجانات ان شاء الله يدوم في الشرق الاوسط بقى، مش في بلادنا العربية بس، في العالمين يا كابتن اسلام؟ خدتوش بالكم ان قوتنا الناعمة دي تحتاج هذا الدعم للمساهمة الوطنية مع مؤسسات الدولة؟ الاهلي بيلعبها كده يا جماعة، ده بيزعل الناس انه الاهلي يظهر في مربع انه يضيف لجزء كبير قوي من اقتصاد البلد. لانه لما حضرتك تسأل يلي برضو بترمي طوب يعني على فكرة الدولارات ومش الدولارات، طب ما تسأل كم ادخل الاهلي من دولارات لهذا الوطن، وفي الطريق أخرى بمشروعات ورعاة جدد للاقتصاد المصري، كم ساهم الأهلي في أماكن بإذن الله تحت التنمية بخطط الدولة. الدوري بقى ده يستطيع لو وجه الفكر بنفس الإدارة المؤسسية كده زي النادي الأهلي، ودي حاجة ما تزعلش حد، احنا بنقول مؤسسية مش بنقول لهم خدوا فلان وعلان خالص، اعملوا زيها قربوا نفس المؤسسية. بس محدش قالك انه احنا في النادي الاهلي لا احد يتحدث عن الخطيب
ربنا يديله صحة، او المايسترو رحمه الله، او كابتن حسن حمدي واخرين طبعا. لا احد يتحدث عن الاسماء، يتحدث عن عائله الاهلي، عن هذا البرج الذي يخرج دائما ادارات. ادارات يا ساده يا كرام، اتركوا الاهلي يقدم هذا الدور، وعلى اتحاد الكوره، وانا بقول لحضرتك هينفذ فعلا، انما قد تصادفه عثرات. وارجو ان الدوله بقى ممثله في المسؤولين عن الرياضه وكره القدم ووزاره الشباب والرياضه لا تذهب الى انه يقولوا لها الحقيقه، لا لازم بقى اتحاد الكوره سيادته حضرته يا فندم يبدا يسوق ويشوف المنتج ده هيتصرف فيه ازاي. هي تجربه خلينا نشوفها وبعد كده نقدر نطور منها، لكن انا بحيي برنامج حضرتك والقناه طبعا، واي حد كان معانا ولو بسطر واحد، على انه تمت الاستجابه وحدث بالفعل انهم عرفوا ان الدوله فاتحه اذنها على الاخر لسماع اصوات تتحدث عن اقتصاد لصناعه اسمها كره القدم. وليس لمجرد ان احنا طالعين نتكلم او ننتقد، بالمناسبه احنا كنا سعداء جدا، انا سعيد جدا بدوري المحترفين وباللي بيعمله كره القدم، ولكن ولكن للاسف الشديد هو مشكلته في نظام الصعود والهبوط. أيوة. هي دي مشكله، ازاي هصعد فريق من الدرجه الثالثه للدرجه، او من الدرجه، هم بيقولوا ان هم النهارده، وخليني اتناقش معاك يا استاذ سامح في هذا الامر. النهارده في البيان اللي طلع، حطه لنا برجاوي لو سمحت، البيان اللي طلع بيقول ايه؟ ان اللي هي شروط المسابقه بيقول انه المجموعه الاولى في القسم الثاني والمجموعه الثانيه في القسم الثاني، يعني نظام الصعود والهبوط موسم 24-25. ده الثاني يا برجاوات، الاولاني ده بتاع السنه الجايه اللي بعد. ده اللي احنا عايزينه، ان هم ثلاث فرق يطلعوا وثلاث فرق ينزلوا، ده اللي احنا عارفينه. أيوة. صح، لكن فرقتين يصعدوا من المجموعه الاولى، وفرقه تصعد من المجموعه، او ثلاث فرق من المجموعه الثانيه تلاعب الثالث من المجموعه الاولى علشان يطلعوا من الفرقه، يعني ده كلام برضو صعب جدا. كيف يصعد فريق من المجموعه اللي هي قواعد البطوله تكون مسابقه القسم الثاني على النحو التالي امام حضراتكم؟ المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه، المجموعه الاولى 20، المجموعه الثانيه 56، وبالتالي هو بيقول ان الاثنين يعتبروا درجه ثانيه. يعني بص، انا عايز افهم الساده المشاهدين القصه دي ونتكلم، وعجبني قوي انك انت بقالك كذا يوم ماسك الملف بشكل محترم. كل يوم انا بقالي لا بشكل محترم، يعني في بعض الناس ما بتحبش تتكلم في القصه دي. انا عايز اعرف هو مين اللي سماه دوري المحترفين، وليه هو اسمه دوري المحترفين؟ خلاص هو دلوقتي اصبح بدون دوري. هل انت والبريمير ده ايه؟ والبقاسه بيقول هو انت دلوقتي خلاص، دي غريبه برضو يا استاذ عصام. انت داخل انك انت تطبق دوري المحترفين، على اي اساس هو اسمه دوري المحترفين؟ هل هو بيضم انديه بتمتلك من الامكانيات الماديه؟ سامح، هو انا اسف هرد عليك بسرعه. وخلاص هو ما اسموش دوري المحترفين، هو اسمه دوري المجموعه الاولى. دوري الف، مش كلامي، مجموعه الف، مجموعه الف هم اللي سموه كده خلاص. ودي الحقيقة، ما اسموش دوري المحترفين، هو اسمه دلوقتي دوري المجموعه الف. خلاص خلينا نقف معاهم، او الاولى، ونستغنى عن كلمه دوري المحترفين. لكن لازم نعرف، لما انت حبيت تسميه دوري المحترفين، انت فين الامكانيات الماديه اللي المفترض تكون بالملايين مش بالالاف لهذه الانديه كي تصرف على المباريات وعلى تعاقدات اللاعبين وعلى المعسكرات وعلى اقامه المباريات وايجار الملاعب وقصص؟ فين هي الملاعب اللي متوفره لهذه الانديه اللي كلنا عارفين اللي بيحصل تحت ايه؟ فين طاقم التحكيم اللي هيكون متواجد على مستوى عالي في دوري المحترفين عشان يوصل لهذه المرحله من الاحترافيه؟ اربعه، انت ممكن تعد كتير. فين تقنيه الفار؟ هل موجود تقنيه فار مثلا في الدوري المحترفين؟ فمفيش حاجه اسمها فيران كتير يا سامي. فيران، بص انا سالت، شوف انا سالت كام سؤال. انا اتحدى اتحاد الكوره يكون عنده اجابه على سؤال واحد من اللي قلته. الحاجه الثانيه بقى غير كده كمان، دوري المحترفين دلوقتي انت عشان تطبق نظام الصعود وتتكلم على الصعود، السؤال اللي ملوش اجابه، انت ليه عملت الف وب عشان الناس تبقى فاهمه؟ انت ليه قلت هعمل 20 فريق يطلع منهم وخلاص وده اللي هيحصل دلوقتي؟ دور واحد يبقى فيه 10 فوق صعدوا و10 تحت، يتم التصفيه ما بين ال10، يطلع فرقتين فقط للدوري الممتاز مباشره، ال10 اللي تحت سته منهم هينزلوا لبه، خلينا نقول لبه مش لالف، ما احنا في كيمياء، احنا في حصه كيمياء، احنا مش قاعدين مع الكابتن اسلام الشاطر وبنتكلم. لا لا لا، احنا في حصه كيمياء، احنا في مدرستنا ثلاثه، دي مدرسه اتحاد الكوره الجديده اللي احنا بنحاول نشوف ايه خطه التطوير اللي عايزين يخرجوا بيها علينا. بصراحه يعني انا اللي مزعلني ان هم عاملين حاجه حلوه،
حاجه لو اتعملت هتحسب ليه بوجهه نظري، ما هي قصه هتحسب ليهم وهتحسب لهذا المجلس في التطبيق ازاي، ولكن تطبيقها وتطبيقها برضو ماشي، لكن الصعود والهبوط ما تخلي ثلاثه يطلعوا ثلاثه ينزلوا خلاص. لا والسؤال هنا بقى ده الاهم، ده السؤال الثالث برضو مش هيعرفوا يردوا عليه. انت لسه نادي فقط عملت فرقتين يطلعوا من المحترفين من العشرين، وخليت واحد لبيه اللي هو المجموعه مجموعه بيه، والسنه الجايه عمل النظام التقليدي الطبيعي ان دوري المحترفين ده أنا هيطلع منه ثلاثه. اقول لك اقول لك رايي ولا استاذ مشاهدي عارفين؟ لا قول لي. عارفه قول رايك ايه؟ قول لي انت ايه؟ انت شايف ايه؟ انا شايف ان عشان انتخابات السنه الجايه هتكون خلصت، هي دي الفكره. وتفكيك الجمعيه اللي هي دي الفكره. طب انت بتراضي الجمعيه العموميه كلها الانديه؟ تعالوا يا جماعه انتوا مش عاجبكم 56 نادي انتوا رافضين تلعبوا في دوري المحترفين؟ عينيا هنطلعكم واحد دوري ممتاز، بس اسمعوا كلام وقولوا حاضر. دوري المحترفين انتوا 20 نادي بالمناسبه بداوا يعترضوا مش عايزين يلعبوا في دوري المحترفين. دوري الف، دوري الف بقى، دوري الف بلاش محترفين، ما يستاهلش المجموعه الاولى ما يستاهلش. فهتاخد مننا فرقتين، انت ايه الترضيه دي؟ ايه القصه دي؟ هو ما فيش ترابيزه زي دي في اتحاد الكوره نقعد فيها مع اعضاء الجمعيه العموميه نتكلم بالمنطق؟ بلاش بالاحتراف، احنا ما دخلناش الاحتراف من الاساس، احنا يا جماعه ما نعرفوش، احنا ما جيناش جنبه، احنا مش عارفين نطبقه ازاي، احنا بنتكلم فقط. لذلك انا بطلب من اتحاد الكوره ما عندكش ترابيزه تقعد فيها مع اعضاء الجمعيه العموميه تتكلم في اليه تطبيق دوري المحترفين؟ صحيح. دوري الغلابه اللي الناس مش واخده بالها ان في ناس بتدور على حق الجزم اللي لعبوا بيها، انا اسف انا اسف، حق التيشيرتات اللي لعبوا بيها انا اسف. ازاي هتضمن لهم تنقلات من بلد لبلد من محافظه لمحافظه؟ ازاي هيتم اقامه معسكرات؟ ازاي هيبقى في عقود للاعبين؟ لا ده قصص ومواويل وحكايات. لكن لازم نقول حاجه مهمه جدا انا مبسوط منها شخصيا، لان هو حب انه يلحق المركب قبل ما تغرق، عشان برضه لما يطلع معاك في مداخله يقول لك انا عملت ايه. هي حاجتين مهمين جدا، اول حاجه ان هو لقى راعي هايل ممتاز، الشركه المتحده هترعى القسم الثاني البطولة، البث التلفزيوني ماشي دي حاجه تحترم، وهتروح الفلوس دي منها عائد للانديه وهيبقى فيه فلوس او عائد تدخل، ده رقم واحد هايل جدا ده ممتاز. خلي بال حضرتك بقى سامح، معلش عشان ما انساهاش، انه المتحده داخله عشان انقاذ، وعلشان كده ده لود عليها، لان هم مش قايلين لها يعني البث ده نتاجه زي ما انت قلت في ملاعب ايه وشكل الدعايه ايه، هجيب عربيه فدخلاء. انا بقول له لسه يعني الحاجه الثانيه، خلينا نتكلم في الاهم، الانديه الشعبيه اللي بتختفي، اللي الواحد بيبكي على الحال في الاسماعيليه، الحال في بورسعيد، الحال في اسكندريه، على انك انت مش قادر تصرف، انك انت مش قادر تسدد مديونياتك. فالشيء اللطيف او الشيء الجيد ان هو عايز ان اي نادي تابع لشركه، ولو ان ممكن يلفهم من ناحيه ثانيه. لا لو مفيش لف حلو، النادي ده لو داخل يتأيد في اتحاد الكوره يصرف ثلاث سنين على نادي شعبي، ده هايل، ده شابوه، ده على راسي. صح. ده قرار هايل. هايل. الحاجه اللي بعدها انك بتخصص 1% من هذه القيمه من الاشتراكات، انك داخل لا دي من اشتراكات الانديه اللي اوريدي موجوده. يعني 1% السنه الجايه 1% السنه الجايه هيعمل ايه؟ انديه الشركات ام بي هياخد من 1% من القيد، من القيد من بتاعها ويديه للانديه الشعبيه. ده اللي لازم يتشرع. بس مين اللي هيوزع هذا الامر؟ مين اللي هيوزع ازاي مين اللي هيوزع وازاي؟ بس هي فكره بيني وبينك، هي تتشال على الراس. لا تتشال على الراس فعلا، بس انت ليه وصلت لها النهارده؟ لما لقيت ان الاصوات كلها بتعلى وبتهاجمك وبتقول لك انت رايح فين، فحبيت تقول لهم بصوا الانديه الشعبيه هحققها لكم، بصوا اهو 1% هنا، واللي هيدخل هيرعى ثلاث سنين. عارف لو كده برضو مفيش مشكله، مفيش مشكله. ليه؟ بس قول لنا اللي يهمني ان انا في دوري في 18 نادي، 18 نادي يا العجلة دارت، وده الأهم. 13 نادي 18 13 منهم أندية شركات أو مؤسسات، وخمسة أندية شعبية. طبعا ما هو احنا وصلنا لمرحلة صعبة جدا، صعبة جدا. أنت طالع مين اللي صاعدين يا كابتن إسلام؟ ما عندكش غير الجونة والبلدية، ما عندكش غير البلدية البلدية كمان اللي هناك المحافظة قامت على قدم وساق واحتفالات. الأهلي هو السبب برضه يا سامح، الأهلي هو السبب. ليه؟ عشان بيكسب بطولة أفريقيا فطبعا لازم يلاقوا سبب انه الاهلي بقى هو اللي عامل الحاجات دي. لا هي ما بيروحش اسماعيليه، يمكن عشان الاهلي وبيروحش اسماعيليه. يعني الحقيقه ما هو انت جمهور الاسماعيلي وجمهور المصري زي ما قال جميل سامح سمير، الحقيقه الناس دي برضو مأزومه. ما هيقول لهم ايه؟ غير انه يقول اللي هو بيقوله ده، وينسى ان الامن المصري يبعد الاهلي نفسه عن اللعب في القاهره، لأنه ده الأمن المصري، وأن النادي الأهلي حين ذهب إلى أمن القاهرة العاصمة بكل هذا الكم من الأمن والأمان، كانت الصيحة الأمن جاهز لكل المباريات.
حدش بقى قال للجمهور في الاسماعيلي ان السيد مدير الامن مع السيد يحيى الكومي وعلى مسؤوليتي قال له هذا القرار ليس الان، حتى انتوا والمصري لن تلعبوا ها هنا ومع بعض، وبالتالي هذه المساحات لا تعلن للجمهور، انما يقول له ايه، ما هو انت عارف الاهلي كسب بطوله افريقيا فاحنا كده ما خدناش حقنا. ايه ده؟ كلام الحقيقه يصعب فهمه، كلام الحقيقه بشغل زي اللي قاله سامح ان الناس تبدا تعرف مين اللي هيسوق ومين اللي هيعمل الشغل ده مع مؤسسات الدوله والشركات الوطنيه زي المتحده وغيرها هتشيل معاك يا سيدي، بس خلي المنتج يتعظم علشان يبقى فيه في الاخر ثورة صناعية. لكن أنا مع حضرتك ومع بشرة سامح إنه من القلق نسيوا وعملوا حكاية تصرف على نادي الشعب 3 سنين. طب بعد ال3 سنين أنت ما قلتلناش هيعمل إيه؟ ما احنا هنقعد في ال3 سنين نقعد نخليهم 6، ما اقصدش هيرجع تاني لوحده ولا هيكون خد على كده؟ زي الراجل اللي قال له إيه، أنت تقعد 20 سنة شحات، قال له وبعد كده، قال له هتكون خدت على كده. خلاص بعد كده يا رب بقى، ده هتبقى دعوتنا كلنا، لانه ما في شغل، ما فيش، فدعنا ندعو وان الدوله ان شاء الله ضمن تنظيمات كثيره لاستعاده اشياء في الاقتصاد والصناعه تنظر لكره القدم كصناعه، وانا اعتقد ان بوادرها هتبدا مع هذا الدوري، ونتحمل شويه القرار بتاع تكسير الجمعيه والانتخابات اللي حضراتكم اكدت عليها كابتن والاستاذ سامح. بس انا عايز حد من اتحاد الكوره، وانا بقولها للكاميرا، حد من اتحاد الكوره يرد علينا، يرد عليا، يقول لي ايه هو المغزى من دوري المحترفين؟ ده واحد. اتنين، اذا كان دوري المحترفين ضمن خطه تطوير الكره المصريه، اديني البنود اللي هتقول لي ان انا بدوري المحترفين هحقق ده. ايه اللي هيعود على الانديه؟ ايه اللي هيعود على اللاعبين؟ ايه اللي هيعود على المنتخبات؟ ايه العائد المادي؟ لو في مادي لهذه الانديه تتنفس، انديه الغلابه تتنفس، اللي بتاكل وتشرب. انا اقدر اكلمك في العائد الفني. العائد الفني فقط. انا، ما هو طبعا، ما ده شغل، اذا شغل ان انا اتكلم في العائد الفني. طيب اتحاد الكوره مش شغلته ان هو يقول لي خطه تطوير وايه للكره المصريه من دوري المحترفين، من ان هو يبعد 56 نادي ويحتفظ ب 20 نادي فقط كلهم عتاوله بالمناسبه. المفروض بعد ما يحتفظ ب 20 نادي، المفروض المرحله اللي جايه او المرحله التي كانت من المفترض أنها تكون مع تطبيق دوري المجموعة الأولى أو دوري المحترفين، اللي عايز يسميه كده يسميه، اللي عايز يسميه كده يسميه، أن أنت بدل ما ينزل من عندك من الدوري الممتاز، يعني ينزل 3 فرق، لا ينزل 5 بالظبط، لتصل بالعدد إلى 14 نادي زي ما كنا بنلعب. أيوة 2002 أيوة. 3 4 5 حصل. التوقيت ده تقريبا حصل. كنا بنلعب ب 14 15 لا أنت ماسك في 18 نادي، أنت ماسك في 18 نادي وبتهلك الأندية، والأندية الشعبية رايحة، يعني رايحة في نفق مظلم، خلينا احنا ناس شيك في كلامنا. واتحاد الكرة يا ريت يبقى عارف ان احنا لما بننتقد بننتقد اداء، انتوا شخصيات محترمة على راسنا كلكم، اصدقاء واصدقاء ليك كابتن اسلام وكابتن عصام وليا، وناس في منتهى الاحترام جدا، ما بنقولش حاجة، ولكن بننتقد اداء. عايزين نفهم انتوا رايحين بالكرة المصرية على فين؟ رايحين باندية الغلابة على فين؟ رايحين بالاندية الشعبية على فين؟ ولكن في النهاية التاني شكرا اتحاد الكرة ان هو وصل في النهاية ان هو يقدر يرعى الأندية الشعبية 3 مواسم لما يدخل أندية شركات، أيه. إن هو يحقق 1% من القيد لهذه الأندية. نتمنى بقى أنك أنت تقول لنا هتطبق ده إزاي، والسنوات اللي جاية ممكن تمشي إزاي، وما بعد هذه الأمور. طب هيحصل بقى أستاذ سامح 1% ولا هتفضل ديون معدومة؟ أيوة. ديون هو حرق اللي كنت عايز أتكلم فيه، واللي ما يدفعش ما يدفعش. طيب حسابات المصالح يا جماعة، ده بيكونوا منتخب أول ماتش ليه بعد 5 سنين، أول ماتش تجريبي اللي هو مين؟ 2009؟ 2009 2009 على مسؤولية العبد لله، والراجل ده زميل صحفي وأنا زميله صحفي، وهو أكيد عارف صح ولا لأ؟ صح. 2000 يا خبر أبيض، بعد 5 سنين أول معسكر يشوفوا فيه اللعيبة، بالله عليك ده كلام؟ وكل واحد داخل على البيت كوره 5 شارع الجبلية بلستة، مين هيجيب الدكتور ومين هيجيب اللعيبه المدرب ومين هيجيب مساعد المدرب وكذا مواضيع. يا جماعه الحاجتين يمشوا مع بعض، ان تختار بثقه موثوقه، وان تختار ايضا نظام المسابقه. عايز اقول لك حاجه، لو الكلام اللي انت بتقوله ده سامح قال، لو الكلام اللي حضرتك بتقوله ده صحيح،
انا بالعكس انا ابقى سعيد ان هو بعد خمس سنين ويحط لا مش استراتيجيه حضرتك فاهم غلط لا راجل سيبه طب يسحبك للي هو عايزه طيب سيبه هو يسحبك انا كنت هقول الكوميديا اسئلتك صعبه قوي انت هتخليني اقول يا سيبني اتكلم يا اخي سيبني اقول يعني سيبني افرح والله حقك افرح دقيقه افرح دقيقه واحده اهو حقك قد تكون استراتيجيه الاتحاد حاططها خمس سنين ويبدا في تكوين جهاز مكون من اسلام وعصام وسامح واسلام وعصام وسامح هم اللي يساعدوا ان المنتخب 2009 ده يكون نوال منتخب اول بعد 10 سنين. يا كابتن اسلام ده احنا عرفنا بالصدفه ممكن في شارع نوال اللي في العروس عرفنا بالصدفه امبارح ان مستر بريرا ما كانش بيتدخل تماما في التحكيم ولا اختيار الحكام في الاربع خمس شهور اللي قعدهم في نهايه الدوري وان هو هيبدا يحط منظومه جديده للتطوير بدايه من الموسم الجديد. هو احنا يا جماعه احنا بالنسبه لكم ايه؟ انتوا ما بتحكوش معانا في اي حاجه، انتوا ما بتقولولناش احنا لا عارفين كلاتنبرج مشي ليه؟ اللي كنتوا انتوا بتعينوا له حكام وخليته راجل يطفش ومشيته عشان خاطر بتتدخلوا في شغله، الراجل اللي كان بيطلع ويحلل ويطلع ويتكلم وبنشوف على الاقل على ارض الواقع ويقول ده غلطان ويحرم ده خمس مباريات. لانه كان عامل النموذج كان عامل النموذج الغربي مش انت مش لما خدت درس في كلاتنبرج جاي النهارده بريرا بيعلمك الادب، النهارده جاي بريرا بيقول لك انا من الموسم الجديد مفيش حكام اجانب، ادي واحد، الحكام المصريين من افضل الحكام في العالم، ليه ما يبقوش كده وليه ما يبقوش ملتزمين؟ الحكام المصريين هم اللي هيديروا الموسم اللي جاي كاملة حتى مباراة الاهلي والزمالك، هيتم اختيار حكام على اعلى مستوى لدوري ممتاز وحكام على اعلى مستوى الدرجة الثانية، كمان دوري محترفين، يا جماعة الخطة دي كانت فين؟ الراجل اتكلم كلام محترم جدا بالمناسبة، لو اتحاد الكرة بيفكر كده جدا الكلام اللي قاله على فكرة لو اتحاد يعني انا الراجل ده كنت سوري انا اسف، الراجل ده كنت بنتقده بريرا ده كنت بنتقده نعم بس انت وقفت جنبه امبارح بعد حواره مع سيف الحقيقة مع سيف زاهر كان رائع، فعجبني جدا الكلام اللي قاله ولو طبق الاستراتيجية دي هنجد نجاح، حاجة واحدة بس هي اللي ناقصة هو يقول الأندية زي ما الأندية أنا ما بدخلش في عملهم وأختار معاهم مدير فني يسيبوني، هو في أندية بتتدخل في عمل الرئيس لجنة الحكام يقول لو كان في نادي يقول يقول لنا لو في نادي طيب ممكن ما يكونش معاه هو مش ده اللي إذا كان هو اللي قال مش ده اللي كان بيطلب بالمصري مش ده اللي كان بيطلب بيه النادي الأهلي مش ده اللي قاله امبارح بريرا كله مش ده النادي الأهلي كان بيقوله مش ده اللي طلبه مجلس إدارة النادي الأهلي في معظم بياناته الخاصة بتطوير التحكيم وتحقيق مبدأ العدالة امبارح بريرا لما اتكلم ادالنا كده ضوء من بعيد لو اتحاد الكرة بيفكر بهذا الأمر ولو بريرا بيفكر بهذا الأمر وهنشوف ده على أرض الواقع بداية من الموسم الجديد أنا بقول لك إنك هتشوف موسم هايل أقول لك النادي الأهلي مش هيشتكي هقول لك الأندية كل واحد كان صوته عالي وبيطلع يقول التحكيم وانا عايز اغير وانت ازاي تحط لي وازاي تعمل لي محدش هيتكلم لان هيبقى في منظومه محترمه في منظومه احترافيه بتعاقب الحكم اللي بيخطئ وبتبعده عن الساحه ماتش 2 3 لحد ما يرجع لبريقه بتختار الحكم اللي بيناسب في المكان المناسب في المباراه الفلانيه لكن مش شرط تجيب لي حكام من اخر الدنيا هو انت النهارده النمسا هتروح تتحكم مباريات في النمسا هتروح تتحكم مباريات في سويسرا تقدر تعاتب الدوري الانجليزي لما انت بتروح تجيب انصاف الحكام من بره هنا وتديها الاف الدولارات ليه عشان ايه؟ عشان الحكم بتاعك ضعيف؟ اديله فلوسه، اديله مستحقاته. عشان عندك مشاكل في الفار؟ حلها لي، قول لي ايه استراتيجيتك لحلول تقنيه الفار؟ طلع مشاكلك وحلها لك، احنا بنكتم على مستحقات الحكام ونحاسب الحكام، نكتم على اخطاء الفار ونقول اصل حصل وحصل وحصل ومش ذنبنا. صحيح. طب انتوا رايحين بالمنظومه لحد فين يا جماعه؟ رايحين بالدوري العام لحد فين؟ وهو ده اللي بيقف جنب المنتخبات، هو ده اللي بيعمل اثاره فتن ما بين الجماهير، هو ده اللي بيعمل اثاره ما بين الانديه بالمناسبه، لكن انت القصه عندك. الأزمة عندك في اتحاد الكورة حلها لي. طيب أخيرا يا أستاذ عصام علشان الوقت برضو السنة القادمة للنادي الأهلي هي سنة صعبة جدا في كل شيء. جدا جدا. وللكرة القدم المصرية ولكن خلينا نتكلم. لا وللأكثر مشاركة طبعا للكرة المصرية لكن الأهلي باعتباره الأكثر مشاركة. لأنه الأهلي مثلا هيلعب كأس عالم ما حدش هيلعبه في مصر. طبعا. هيلعب السوبر دوري الممتاز الإفريقي وهيلعب الشامبيونز. وهيلعب السوبر الإفريقي كمان. الشامبيونز ليج هيلعبه مع بيراميدز لكن أنا أقصد إنه هيلعب كاس مصر القديم السوبر الافريقي طبعًا لسه دوري ابطال افريقيا تاني كاس عالم للانديه تاني وبالتالي احنا خمس بطولات لانها 150 يوم هل سيستطيع او تستطيع لجنه المسابقات ان هي تقدر تعمل دوري طبعا تقدر اوكي بص يا كابتن كتاب الكوره مش سايب حاجه واي حد معاه مسطرتين وقلم رصاص بتاع زمان دي اللي بنشتري لها السن دي شيك يعمل دوري الاهم ان يكون عنده الاجنده القاريه والاجنده الدوليه اللي هي افريقيا من سنوات طويله بقت حتى الكاف يعني بقى بيعملها لسنوات قادمه صح يا استاذ وبالتالي عشان تدمج ده بده وتضع مواعيد حديديه وكم كنا كالعاده
معلش ما حدش يزعل مني، سعداء بالنادي الاهلي انه ما طلبش يوم زياده، وانا قلت لحضرتك الاهلي لن يطلب طالما التزم رئيس لجنه المسابقات بالمواعيد، ولا اجهاد وقلنا حاجه مع الاجهاد مع ما ما، والراجل محترم كولر عمل التدوير وعمل 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 صحيح. حتى ونحن سعداء ايضا بالاهلي الاول في عدد المباريات عالميا، لكن ما هي دي برضه ما هياش حاجه حلوه انها تستمر سنوات طويله يا كابتن صح. الا في ظل جداول منتظمة، وأن يكون لديك من الاحترافية أن تضع مع جدولك الأجندة القارية والدولية. والله ما هو صعب بالمرة كل الحكاية ألا تترك الحركات بتاعت نسيب شوية أيام عشان نجامل شوية ناس أو ناس معينهم. طيب. مش شوية ناس ولا حاجة. أسألك رأي عليك يا كابتن إسلام عن ما يحدث في موضوع ال 150 يوم. إحنا عندنا 150 يوم، هل سيستطيع اتحاد كرة القدم مع لجنة المسابقات إن هم يقدروا يعملوا الدوري الممتاز المصري بشكله العادي الطبيعي دورين وكل ده؟ والله لو إحنا عندنا إدارة محترفة عندها ورقة وقلم بالفعل وماشية طبقا لاستراتيجية أو أجندة محترمة، انا عايز اعرف هي ليه عندنا اتقلبت الكوره قصه كيمياء وقصه احياء، حصه كيمياء وحصه احياء ليه؟ ما تشوفوا يا جماعه الدوريات في كل العالم، الدوريات كلها ممتاز ودرجه ثانيه ودرجه ثالثه ودرجه رابعه، احنا ما عندناش الكلام ده. انت علشان خاطر تتكلم عن الاهلي مثلا، الاهلي بتتكلم ان احنا بنشوف معسكر في النمسا او معسكر في المانيا، الاهلي لو قدر يعمل معسكر في اسكندريه يومين بس ما عندوش وقت. الاهلي داخل على كاس مصر نصف النهائي، داخل على دوري السوبر، داخل على دوري ابطال افريقيا، داخل على كاس عالم الانديه، داخل على بطوله الدوري ممتاز، داخل على السوبر الافريقي، ست بطولات. الاهلي يا دوبك الولاد طلعوا يشموا نفسهم اسبوع اسبوعين، يعني عايز يشوف اهاليهم شويه، فطبعا صعب جدا، ارهاق ما بعده ارهاق. فاتحاد الكوره نتمنى، هنقولها تاني وتالت وعاشر، الناس بتسمعنا وهم لما بيسمعونا بيزعلوا، يا جماعه ما تزعلوش، اقعد ما بينك واجه نفسك بحقيقه الامور اللي احنا شايفينها وانتم مش عايزين تشوفوها. من فضلكم اطلعوا بنظام مسابقات محترم، من فضلكم يطبق على الجميع، بس كده، بس يطبق على الجميع، الجميع. اوله من النادي الاهلي على الجميع. وكلمنا يا كابتن سياسه اللعب النظيف، اتمنينا ان يكون في سياسه اللعب المالي النظيف، تطبيق النظام بيطبق ولا بيطبقش عندنا؟ سيدي قلت الموضوع ده السنه اللي فاتت في نفس التوقيت ده برضو، قعدت اتكلمت قلت يا جماعه لازم نعمل اللعب المالي النظيف، طلعت الناس قالت لك ده بيقطع في مش عارف ايه وبيعمل ايه. لا لا، ما الناس مش هتسيبك، بس نفهم الناس يا كابتن اسلام اللعب المالي النظيف اللي هو ايه؟ اللي هو اللي انت بتخسره ميزانيه، اللي بتدخله ميزانيه، ميزانيه سنويه معلومه قبل معروف مصدر، عشان ما يجيش نادي بالظبط كده بيستثمر او نادي معرفش ايه. جدا الاستاذ الدكتور ايهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في برنامجه قال أن النادي الأهلي هو أكثر الأندية التزاما فيما عليه من التزامات. صفي الرصيد، هو اللاعب المالي النظيف اللي هو لأنها مؤسسية بالظبط. المسألة بص يا كابتن، امبارح عشان جمهور الأهلي يعرف البلوفات اللي الإدارة مش فاضيالها بإذن الله يعني كله شغال، لكن عليكم أنتم أيضا زي ما حضرتك قلت وأكدنا أنا والأستاذ سامع أنه فضفضة الجمهور ده جزء أساسي في النادي الأهلي طبعا. إنما فكرة مهمة مع كابتش وير بابا فاسيليو، قال أنه النادي الأهلي، وقال حتى أنه هو على يقين وواثق مما يقوله يستطيع بالمؤسسية اللي عملها، قال بقى الخطيب ولا كولر ولا النجوم، بالمؤسسات اللي عملها واللي انتجت فريق يملك ما هو خطط دفاعيه وهجوميه يلعب في اي دوريات في العالم. هل بابا فاسيليو بيجامل المؤسسه الحمراء؟ هل بابا فاسيليو اهلاوي؟ هل هو مثلا اخو كولر غير الشقيق مثلا؟ هنا لازم ننتبه لحاجه قالها الاستاذ سامح، الا وهي ان يكون هناك ادوات احترافيه، وهي ليست اولا صعبه ولا حتى هتزعلهم فيما هو صدقات ومصالح وحاجات من هذا القبيل، ما فيهاش حاجه، كل العالم كده ماشي كده صح عادي جدا يعني. بس النسبه بقى، النسبه يا ناس مش عايزين بس طب اخد برضه اسم او يعني اسم حضرتك اسم حضرتك
لا اصل انا كنت بفكر في حاجه ثانيه. اخد الراي حضرتك. لا اما تفكر في حاجه ثانيه. نعم لا اما تفكر في حاجه ثانيه. لا دي حاجه عشان اقولها للناس ولا ما اقولهاش. طيب عايز اخد راي حضرتك فيما يخص العام القادم بالنسبه للنادي الاهلي، كيف ترى العام القادم في ظل هذه الارتباطات الكبيره جدا والكثيره جدا؟ وبعدين اسال استاذ. انا شايف انه الاعوام تشبه بعضها البعض في النادي الاهلي باذن الله يعني. ليه؟ لانه لا مكسب إن شاء الله مكسب يعني. مبني على جهد جهيد لمؤسسية أي حد زي ما قلنا بالظبط. وعودة سريعة، معرفش حضراتكم هتأيدونا ولا لا، كابتن خالد بيبو مديرا للكرة والكابتن سيد عبد الحفيظ حين بدأ أول خطواته، من ساعده ليس فقط دوران العجلة الحمراء ولكن المؤسسية. أنت تدخل كترس في آلة، وبالتالي وانت بقى بتتكلم عن الإدارة تعمل ما عليها ولديها، النشاط الرياضي في ألعاب أخرى، كرة القدم بقى اللي هي بقى كريمة الموضوع تعمل على مدار الساعة. إذن الناتج المحلي بإذن الله للنادي الأهلي يسعد جماهيره التي لا تحاسب بالقطعة، ومن ثم البوادر بين يا كابتن ما دون سنوات بتيجي كده كل كام سنة اللي هي تغيير الجلد والنزول بمعدلات السن، حتى دي الحمد لله معروفة في النادي الأهلي، لما بقاش نتاج دروب مشاكل زي ما حضرتك قلت والسامح اكد في موضوع تغييرات مثلا اداريه، لا ده ما بتجيش عشان في حاجه، لا هي كلها ضمن منظومه كامله تمام. لبرنامج بيعمله اي مجلس انتخبته الجمعيه وايدته اصحاب الملكيه الاصليه جمهور النادي الاهلي. استاذ سامح بص يا كابتن اسلام، انا عارف انك عايز تختم، بس انا عايز اختم بقصه اللعب المالي النظيف. فضل. ليه؟ بيعجبني في برنامجك انك انت هنا ما بتدافعش عن مبادئ وحقوق النادي الاهلي فقط، ولكن انت بتتكلم من المصلحه العامه. انتوا هنا كبرنامج او كقناه السياسه محترمه، فدايما بتحط المشكله لكن بتقول الحل. فانا عايز اقول برضو للناس الحل عشان يبقوا فاهمين. اتفضل. سياسه اللعب المالي النظيف ان يكون زي ما قلنا اللي بتكسبه قد اللي بتدفعه، ما يبقاش في نادي بيجي يستثمر او حد معاه فلوس يجي يعلي سقف اللاعبين، يعلي القيمه السوقيه، يخطف لعيبه من انديتها، المنظومه بتخرب، المنظومة بتبوظ. انت بتحكم على الأندية الجماهيرية بالضياع، بالانقراض، بالاختفاء، ان هم ينتهوا تماما. فنتمنى ان ده يطبق، نتمنى. احنا بنقول لهم اهو عشان بيقولوا ان انتوا خطبة بتطلعوا تتكلموا وتهاجمونا فقط. مش صحيح. لا احنا مش صحيح، احنا دايما بنقول الصالح العام وبنقول ايه الحل، بنقوله لكم اهو. اذا حد عايز يطبق، مش عايزين تصرف جنيه هات جنيه واصرفه، بس انتوا مش عايزين بس. لو ليكم مصالح تانية بتختلف مع اللي بنقوله ربنا معاكم. اما بقى بالنسبه للنادي الاهلي، خلينا نختم بيها عشان نختم بحاجه حلوه بقى لجميع النادي الاهلي. طبعا الاهلي الموسم اللي جاي شاق جدا، انت رافع شعار الحفاظ على الالقاب اللي انت خدتها في هذا الموسم، وتجيب بطولات تانية عشان تدخل بقى فرع التجمع الخامس بطولات جديده كده وتحطها هناك، هنا لان الجزيره خلاص الجزيره اتملى بطولات، فعشان تروح للتاني. طبعا مارسيل كولر راجل بيفكر بشكل محترم جدا، قدر يرتب ويوفق اوضاع لاعبي النادي الاهلي جوه النادي الاهلي، قدر ان هو يلملم اوراق لعيبه كتير جدا كانت محتاجه ان هي تتكلم مع نفسها ومحتاجه انها تقعد قعده صراحه مع نفسها. والامثله كثيره جدا، مش هجيب اسم لاعب بعينه، لكن شفنا بيرسي تاو تاني، شفنا حسين شحات تاني، شفنا محمد شريف بيسعى وبيجتهد، شفنا كهربا نجم الشباك والظروف ساعدته والاعلام والبروباجندا، هو ولد شقي كهربته وفولته عالي يقدر يدي معاك بشكل محترم جدا. فقدر ان هو يلملم الاوراق دي كلها، قدر يدي قفشه مساحه من جديد، قدر يطلع محمد هاني، قدر محمد عبد المنعم يخليه يبحث عن ذاته. فكولر السنه دي قدر ان هو يرجع لي لعيبتي. إيه؟ كل ده وقالك مش هقول اسماء مش قادر ما ادولهمش حق الصراحه ومش قادر ما ادولهمش حقهم طبعاً. وعلى مستوى الصفقات عايز اقول شابو لصفقتي امام عاشور ورضا سليم. امام عاشور محتاجه جدا في مركز 8، بيروح وبيجي، بيطلع بيتقدم وبيرجع، ودي وده اللي كولر بيعمله هذا الموسم وهيصر عليه في الموسم اللي جاي. وامام عاشور جوكر غير طبيعي ولعيب ممتاز جدا، وانا بقولها وهنتقابل هنا ان شاء الله تاني، من افضل صفقات النادي الاهلي 5 سنين اللي جايه. هتشوف الولد ده هيروح فين. رضا سليم طبعا لاعب ولا احلى، عشان الناس تبقى عارفه، راجل شايل الدوري المغربي وفايز بيه، واخد افضل لاعب موسم 2022 2023، واخد افضل لاعب في 2020 مع في كافضل ناشئ، واخد بطوله امم افريقيا مع منتخب المغرب للناشئين او الشباب على ما اتذكر، لعيب عالي جدا. الموسم اللي فات لعب 39 مباراه، احرز 13 هدف وعامل اسيست 14 هدف، فولد ممتاز رضا سليم، وبيجيد في الجناحين. فالاهلي لا ينقصه في الموسم الجديد، بنتمنى، لان الاهلي لما بيكون فايق منتخب بيبقى فايق حقيقي. فالاهلي لو قدر يعطر
على صفقه سوبر كمهاجم سوبر في الطريقه يا استاذ محنك في الطريقه محنك لان سوزا على قد معرفتي لسه الدنيا يعني لسه ما اتحركتش، الفريق الكوري الجنوبي ماسك فيه شويه، فقصه موليكا اتقفلت شويه مع بشكتاش، فالاهلي لو قدر ان هو يلبي رغبه مش كولر بس، كولر كان نفسه، رغبتنا كلنا انه يجيب مهاجم سوبر الى جانب كهربا المحنك وشريف اللي يا رب يرجع مخيف تاني ويكسر الدنيا زي ما هو متعود وبدا يفوق فعلا في اخر السيزون، انا اقدر اقول لك ان الاهلي الموسم القادم لن يقدر عليه احد. شكرا ان شاء الله. عايز بس اقول لاهل اللعب النظيف، لما تلاقي نادي الاهلي كان وصل لاتفاق مع لاعب على 2.7 مليون، فانت تروح عشان تاخده واقف على الرغبه، يعني مفيش فلوس من الدوري الانجليزي فيما فات افلام سنتين ورا، فيقول له والله ما ادفع غير 4.2، هل هذا هو اللعب المالي النظيف؟ هذا وبالله التوفيق. النادي الاهلي زي ما سامح قال يملك مقومات النجاح وفرحه جماهيره. حقيقي انت النهارده داخل على موسم يا جمهور الاهلي الجديد ان شاء الله غير وكل المواسم، وانت حامل الالقاب، ما بقاش بقى حامل لقب الدوري ولا الكاس، حامل الالقاب ستدافع عنها جميعا باذن الله بسبب عائله الاهلي وفكره ونموذج المؤسسيه الحمراء. يا رب ان شاء الله ويكون موسم رائع وجميل لعشاق النادي الاهلي كالعاده ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا استاذ عصام على وجودك. شكرا جزيلا يا استاذ سامح على وجودك معانا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. كانت هذه حلقه نهايه الاسبوع، ان شاء الله التقي مع حضراتكم مع بدايه الاسبوع القادم وحلقه جديده من البيت الكبير.